النهارده هنتكلم عن 5 حاجات لو استعملتها وفهمتها كويس مش بس هتغير حياتك لاحسن، لكن كمان هتخليك تعيش براحه وسلام اكتر مع نفسك ومع اللي حواليك. كلنا عارفين ان الحياه مليانه تحديات وظروف صعبه، بس فهمنا للطريقه اللي بنتعامل بيها مع الحاجات دي هو اللي بيفرق. طول ما احنا بنبص على الظروف ونلوم الدنيا هتفضل الامور زي ما هي، لكن كل ما نغير تفكيرنا ونواجه التحديات بعقليه مختلفه هنشوف التغيير الحقيقي. اول حاجه، مش كل حاجه بتحصل لك بتقدر، لكن هي مسؤوليتك. كتير مننا بيخلط بين الغلط والمسؤوليه، يعني لو حاجه سيئه حصلت في حياتك مش شرط تكون انت اللي غلطان او انك السبب، لكن ازاي تتعامل مع الموقف ده هي مسؤوليتك الكامله. تخيل معايا انت موظف في شركه والشركه دي عدت بازمه ماليه واضطرت تستغنى عن عدد من الموظفين وكنت انت من ضمنهم. هنا فقدان وظيفتك مش غلطتك، لكن مسؤوليتك هي انك تتعامل مع الوضع ده بطريقه صحيحه. هل تقعد في البيت وتلوم الدنيا والشركه والحظ السيء، ولا تبدا تدور على فرص جديده؟ مسؤوليتك هنا هي انك ما تستسلمش للوضع وانك تشتغل على، ممكن تتعلم مهارات جديده او تدور على شغل في مجال مختلف. نفس الفكره بتطبق على كل حاجه بتحصل. لما حد بيخذلك او علاقه بتنتهي، او حتى لما تواجه تحدي في دراستك او حياتك العمليه، الغلط ممكن يكون خارج عن ارادتك، لكن مسؤوليتك هي انك تختار رد فعلك. ازاي تتعامل مع الظروف هو اللي بيحدد نجاحك في المستقبل. تاني حاجه، الحياه بتبقى احلى بكتير لو حبيت نفسك. كلنا بنسمع كتير عن حب الذات، بس هل فعلا فاهمين معناه؟ حب الذات مش انانيه، بالعكس ده الاساس اللي بنبني عليه علاقاتنا وتعاملاتنا مع الناس. لو انت مش بتحب نفسك او مش شايف قيمتك، هيكون صعب عليك تحب او تقدر الاخرين بشكل صحيح. خلينا نتفق على حاجه، حبك لنفسك لازم يبقى منفصل تماما عن راي الناس فيك. كتير مننا بيستنى التقدير من اللي حواليه علشان يحس انه ناجح او يستحق الحب، بس الحقيقه انك لازم تكون اول شخص يحس بقيمتك ويحبك بغض النظر عن اللي الناس شايفاه. مثال بسيط، لو انت اشتغلت على مشروع معين ونجحت فيه حتى لو محدش اشاد بيك، لازم انت تكون فخور بنفسك. التقدير الداخلي ده هو اللي هيديك الدافع تكمل وتحقق وتحقق اكتر. مش لازم تفضل مستني التشجيع من الناس عشان تحس بالانجاز. كمان حب الذات هو اللي بيديك القوه انك تواجه الموقف الصعب. لما تحب نفسك بتعرف تتعامل مع النقد بطريقه ايجابيه، تعرف ان الناس اللي بينتقدوك مش شرط يكون عندهم حق، وبتبقى واثق في اختياراتك وقراراتك. الحب ده هو اللي بيخليك تعيش براحه وسلام، لانك مش محتاج تاخد اي حاجه من بره عشان تحس بالسعاده. رقم 3، مفيش حد مدين لك باي حاجه. دي نقطه مهمه جدا وناس كتير مش بتفهمها كويس. ساعات بنحس ان الناس اللي حوالينا مدينين لينا بمساعدات معينه، او انهم لازم يكونوا جنبنا في كل موقف صعب، بس الحقيقه ان كل واحد في الحياه مسؤول عن نفسه. مفيش حد ملزم يقدم لك حاجه. لو ليك صديق او قريب عنده علاقات وشغال في مكان كبير، ممكن تكون مستني منه يوفر لك فرصه او يساعدك في شغل، ولو ده ما حصلش بتبدا تلومه وتقول له وتقول ليه ما عملش كده. الحقيقه هي ان الشخص ده مش مدين لك باي حاجه. الناس مش مضطره تقدم لنا فرص او يساعدونا عشان احنا عارفينهم او وقفنا جنبهم قبل كده. الدرس هنا انك لازم تعتمد على نفسك في كل حاجه. طبعا لو حد ساعدك دي حاجه كويسه ولازم تشكر الشخص ده، لكن ما تتوقعش ان المساعده دي حق مكتسب. لما تفهم ان كل حاجه في حياتك بتيجي بمجهودك الشخصي، هتبقى اقوى وهتعرف تحقق اللي عايزه من غير ما تبقى مستني من حد يدعمك. رقم 4، اي حاجه مريت بيها في الماضي اكيد استفدت منها. الماضي هو مدرسه كبيره، حتى لو كان مليان صعوبات او تجارب مؤلمه. كتير مننا بيبص للماضي بندم ويفكر يا ريت اللي حصل ما حصلش، لكن الحقيقه ان كل تجربه مرت بيها حتى لو كانت صعبه علمتك حاجه جديده. فكر كده في اي تجربه فشلت فيها، مشروع مادي، علاقه عاطفيه، او حتى امتحان دراسي. في كل مره واجهت الفشل اكيد اتعلمت حاجه جديده. ممكن تكون اتعلمت انك تبقى اكثر حذر في التعاملات الماليه، او انك تختار شركاء حياتك بعناية، او حتى انك تطور من طريقه مذاكرتك وتحضيرك. الماضي هو مصدر للتعلم، مش سجن بنحبس نفسنا فيه. بدل ما تفضل تفكر في اللي ضاع، فكر في اللي اتعلمته واستخدمه علشان تتقدم لقدام. كل موقف صعب مر عليك هو درس، ولو استوعبته هتلاقي نفسك بتتجنب اخطاء كتير في المستقبل. رقم 5، الشيء الصعب اللي مكسل تعمله هو اللي هيغير لك حياتك. كلنا عندنا حاجات في حياتنا بنهرب منها عشان صعبه او بتحتاج مجهود كبير، بس دايما اللي بنهرب منه هو بالظبط اللي ممكن يغير حياتنا ويخليها احسن بكتير. خلينا نفكر في مثال شائع، الرياضه. كتير مننا عارف اهميه الرياضه في تحسين صحتنا ومدانا، لكن بنكسل نروح الجيم او حتى نعمل تمرينات في البيت. دايما بنقول بكره، النهارده تعبان، لكن الحقيقه ان لو كل واحد بدا يلعب رياضه بانتظام حياته كلها هتتغير. الصحه هتبقى احسن، الطاقه الايجابيه هتزيد، والثقه بالنفس هتعلى. نفس الفكره بتطبق على اي حاجه تانية في حياتك. لو كنت عايز تتعلم مهاره جديده بس مكسل تبدا، فكر ايه اللي هيحصل لو بدات. في الاول هيكون صعب، لكن بعد فتره هتلاقي ان المهاره دي فتحت لك ابواب جديده وفرص كنت ما تتخيلش انها ممكن تيجي. التحدي الكبير هنا انك تواجه الكسل وتبدا تعمل الحاجه الصعبه. اصعب الحاجات دايما هي اللي بتجيب احسن نتائج. كل ما تلاقي نفسك بتهرب من حاجه، فكر يمكن الحاجه دي هي اللي هتغير حياتي. في النهايه 5 حاجات دول هم مفتاح السعاده والتقدم في حياتك. لو قدرت تفهمهم كويس وتطبقهم
هتلاقي نفسك بتعيش براحة أكبر وبتحقق نجاحات أكتر. وما تنساش إنك أنت المسؤول عن حياتك، وإن حبك لنفسك هو اللي هيخليك تتعامل مع أي موقف صعب بهدوء وثقة. اعتمد على نفسك وتعلم من الماضي، واجه الحاجات الصعبة عشان تحقق التغيير اللي أنت عايزه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.